جايز، قبل ما نبدأ الفيديو نحب نوصله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا شباب، اليوم جيتكم في حلقة جديدة وشغل جديد وفوز جديد إن شاء الله. طبعا اليوم اللي يربي معاي الأستاذ سيف، وعندك عدي، وفي شخص حق صديق سيف ما نزبطش مني بالضبط. يلا نبدأ مع بعض. طبعا يلا شباب، تضرب في البنت اللي مش لابسة حوايش، يربوا فيها ويعلموا فيها تطلع مرة تانية بحوايش. هي مكترة من المكياج مولي تقول جوكر. نبدو احنا في طيارة وجونا مليح. طبعا الصوت مفصل علي، ما عرفتش علاش، وننسجل كالعادة ما سبب يصير، ويصير لي فلاج بوي بوي ما عرفتش علاش. حاولت اني ندير تقريبا التليفون بس لا شيء للجدوى، فلهذا بإذن الله علاقة كمبيوتر وحنبدأ نبعه. أول شيء نخش للكنيسة ونلبط من سلاح لوزي ما مشيش معي. أنا قلت اليوم حنلعب بالسهم وضروري نقتل بيه واحد، علاش مانيش عارف، كي خطرت في بالي وخلص. لقيت بوت بارد، بوت بارد. أنا قلت بنقتل حد بالسهم فجاني بوت، بارك الله فيك. هاي قلت مكان وطاح البوت. سام ميز لأنه هو يقضي، وثاني شيء عالسايلنت، يعني على طول سايلنت. كان ركيته في راسه هذا نوكاوت، نزل في مكانه. نمشي نشوف شنو عند البوت وطلعت. هو ماشي الحوش الحق. أنا ما نذكرش في الفيديو، بس أنا تو نتفرج على الفيديو ونحاول إني نحكي لكم شنو صاير. فأي شيء حيصير ما تلومونيش، يعني أي كلام. في واحد هنا يضرب فيا فوق هو. كلمت سيف باش يجي معاي. خشيت ملقيتهاش. فبعدها شن صار؟ جاء سيف في جنبي قال لي انا شفتك. بس ولا مسك سيف اطيحه وطيح الثاني. سيف جاني قال لي ورا الوحدة. طبعا هو لما قال لي ورا الوحدة انا حاولت اني نشوفها، لقيت غبي يضرب في سيارة، يعني واحد زيادة غبي يضرب في سيارة. على طول ضربت وقعدت نمشي يمين ويسار وقضيت عليه. طبعا سيف قال لي شوف على خاطر ضحيت، وانا قلت شوف على خاطر انا قضيت عليه، يعني واحد بواحد. ناخذ سيف ونطلعو نشوف القتلة الثانية شن فيه وشن عرفش. ناخذ منه طبعا بضاعته. ركبنا السيارة. لما ركبنا السيارة يا شباب قدمنا شوية. طبعا السيارة موضوعها موضوع تمشي وتجري، اسمعوا الموسيقى خير ما نحكي، لأن مش حنحكي على شيء، نحكي إننا نسوق السيارة وتميت. اسمعوا الموسيقى. يعني مرة كان على الموقف صار، كنا نجرو ورانا ناس نضربوا فيهم احنا. طبعا اللي صار كالآتي، احنا لما نضرب انا ومراد ومش عارف مين معانا تاني نجرو ونضربوا فيهم وهم ورانا وسيف يسوق السيارة. اللي صار ان سيف خش في شجرة والسيارة ورانا، وانا قعدت في السيارة ما عادش عرفت. انا طبعا متلفت التالي نضرب فيهم دورة، حسيت ان خلاص انا وقفت قدامي وهم وراي بالضبط يضربوا، وانا وسط السياره ما قدرتش طبعا ركز اللحظه ذيك اني ننزل من السياره، لانه ما عادش في وقت باش ننزل. والحمد لله قضوا علينا وبارك الله في سيف. وهذه مش اول مره لنا دار حتى موقف ثاني. الموقف الثاني خش في بلوكه، ونفس الشيء في ناس جنبنا خش في بلوكه، وهذا على اساس نختمه بجنبهم. والموقف الثالث اللي صار كالاتي، خاطمين على دروب نمشوا دورة في جماعة بجنب الدروب. سيف نزل من السيارة وهرب، يعني خلانا احنا في وسط السيارة هو نزل من السيارة وهرب كالعادة. عدي وينك يا دروب؟ يجري له هو الأول باش ياخذ منه الأم، واحنا ما ناخذه منه شيء.
وانا فوت خليت بضاعتي طبعا الدي بي جميل بس عيب الوحيد انه الريلودنج ياخذ وقت هلبة. هذه المفروض يا اللعبة يديروا لها حل، لا الأحسن ما يديروا لهاش حل، بما كانوا يديروا لها حل ما فيش حد حيربح في الجيم إن شاء الله. في شباب في سيارة درست وواحد على اليسار أنا مشفتهاش توه كيف ركزت عليه حاليا أهو هذا هو. طبعا باش نضرب فيه بالسهل، يعني غبي يعني استغرب. أنا غير قلت نبدي نجرب اليوم مرة بالسهل، لكن بعدين حنغيره بإذن الله تعالى. هذا عدي طيح بلوم ولا بلوم على الوقت ما شفتهاش ما قريتهاش حق. قاعد تستنى من في حد في اللحظات هي لما طيح اثنين او ثلاثة ضروري تدير بوش، ما عيبنا ان احنا نقعد بالتالي ونركز فيه لين هو ينوم اصحابه وبعد. فهذه تعتمد على الفريق كيف يدير بوش مع بعضهم او لا. فترة يا بديت ندير بوش هلبة حتى لو نموت عادي ندير بوش، اهم شيء اني حاولت. نوب ما جيتش فيه ضربتها ما جيتش فيه. سام شوية بطيء شوية. وطبعا الجيم هو كان جديد بس عادة في امل. شباب داروا بوش خش عليهم طبعا كالعادة عودي ضروري يخش هو الاول اللي بيموت ويقول يساعدوني وكذا، لكن يطيح مش ما يطيحش، لكن عنده عيب انه هو يبوش هو الاول. استنى يا راجل خلنا نوصله معاك وبعدين بوش. هذه خلها بسرعة. سيف هذه لقطة جميلة في المقطع واحد حسب متذكر، هو فوق انا مركزتش فيه بعدين انا ركزت قالوا لي فوق اما عمارة فوتك دير لي انمي. انا يا شباب ديروا لي انمي مش نفضل تمام. بعدين قالوا لي عمارة الزرقاء حاولت اني نركز لكن هو ضربني خلي نركز هنا. اللقطة اللي دارتها غبية المفروض نقدم ونوخر هذه. طبعا بما ان الجيم هو قديم يعني قاعد ما عنديش هذيك المهارات حسيت بيه انه يضرب فخذيت كفر. طب الحوش هو معبي طاقتي طبعا مكان هو حيكون جميل جدا حتى لو جوني نقدر ناخذ ساتر نقدر ناخذ مكان ناخذ الرؤية من هنا صعبة. حننزل نمشي للجهة الثانية. اللي صاير كلاتي في المقطع هو حاولت اني نرمي رمانة باهي. اخيرا داروا انمي حاولت اني نرمي رمانة باش نقتلهم. وجيت مأخر لأن سيف سبقني في رمان ف معلش زيك سيف قتل كاني نقتلت ممكن واحد ما فيش اي مشكله. ريتني قدمت في رمان شوي بس. وهذه احلى تدريسة من سيف طبعا عنده صوابق هذه تدريس. ولا عدي المرة هذه درس عدي فوق قلب سيارات فوت الموضوع. ومرة كنا مدارين المقطع درسنا في حوش بس السيارة انقلبت وقعدنا في وسطنا وعدي وما ورقناش وطيحنا منهم واحد بس لما طاح ورقنا على طول فقال لأصحابه وأصحابه فجرونا. كان فيديو حلو بس المشكلة الفيديو ما تخزنش يعني فوت الموضوع. هذا علشان نقول لكم عندي مشكلة في التخزين. هذا نهاية الجيم معك مازال هلبة مازالوا 3 أنفار رقم 4 طاح ورحنا نتيني المدومي ولا صار بقول يعطوالي الجنب في طول على طول طحت. فقعدت نكلم في سيف اقرب واحد لي اركب لي سيف انقذني. بس حتى لما انقذني انا طيحت واحد في الحسب لي واحد اتفرج عليك كيف طيحني. انا اللي مستغرب فيه كله توب تشوفه بعد التحية. طبعا عندي طاقتي وجو مليح بعدين حنهد مع الشباب بنعاونهم نجي معاهم القدر شوية زي ما يقولوا خليهم هم يقتلوا ولا يدبروا خل عبدي يروح ليه وبعدين سهل والله ماني فاضي بيهم. رقم 4 طبعا مع السلام عليكم الشباب. الأعداء داروا دخان وواحد منهم عم يفضل مشيل الدروب. أنا كنت نسحبهم إنه مش مع بعضهم
فلين بعدين قالوا انه مع بعضهم، فهو لقيته يسحب. طبعا الميني انا مفضل في الميني احيانا، الميني ميزته انه هو ياخذ سكوب 8 ويضرب طلقات، طلقه من زي الكار تضرب طلقه ويسحب ثاني ويضرب طلقه. الميني على طول 20 طلقه اعطيها في راسه بالاغراض، قعدت نضرب يمين ويسار لين انشدت طاح، فقعدت نرمي الرمانات. صح برمي واحده رمانه ما جتش فيها وكنت سعيد لحد. ما نستخدمش السماعات، عيبي الوحيد اني ما استخدمش السماعات، مقضيت عليه. صح اللي صاير هنا هذا الموقف المضحك، كانت ركزوا تو وانا نمشي اهي، شوف الراس اللي طلع غادي، الراس هو الراس هو انا ما شفتهاش اللي هو فيه هو غادي. طبعا عدي قتل اكثر عدد 4 وانا قتلت 3، بس مع هذا ربحنا الجيم ومشت الموضوع. كان عجبكم الفيديو طبعا ما تنسوش تديروا لايك وسبسكرايب وهالبحاجات، ورب يحفظكم وكل سنة وانتم طيبين، ومع السلام عليكم. وباهي زي ما قلت لكم فالحياة حلوة، ويلا بينا نلعب فالمشطوب، ونخليكم في حلقة جديدة. مع السلام عليكم. تنسوش ديروا سبسكرايب وترنوا الجرس وانتظرونا في حلقة جديدة. سلام.